الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يعظم لكم الأجر وأن يكثر لكم الثواب وأن يرضى عنكم رضا لا يسخط بعده أبدا، وأن يجعلكم موفقين في كل أموركم وأن يغفر لوالديكم. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروسنا في كتاب الصلاة من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، نتدارس فيه عددا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، نرجو بها أن يرضى الله وأن ينزل علينا السكينة والرحمة وأن يجعلنا ممن يذكرهم جل وعلا. فلعلنا نقرأ عددا من الأحاديث التي أوردها الإمام رحمه الله تعالى، تفضل بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فأقرت صلاة السفر على الأولى وزيد في صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما تأول عثمان رضي الله عنه. قوله فرض أي أوجب الله الصلاة حين فرضها، يعني أول ما أوجبها وكتبها على الأمة ركعتين ركعتين، يعني أن الصلوات الرباعية وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء كانت في أول الإسلام على ركعتين ركعتين قبل الهجرة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل من مكة إلى المدينة زاد الله جل وعلا في صلاة الحضر، فجعلها أربع ركعات في الظهر والعصر والعشاء، وأبقى صلاة السفر على ما كانت عليه ركعتين ركعتين. الزهري وهو الإمام المعروف سأل عروة بن الزبير وهو راوي الحديث عن عائشة لأنها كانت خالته، فقال الزهري: إذا كان الأمر كذلك فلماذا عائشة تتم الصلاة في الأسفار؟ فقال عروة: تأولت، أي أنها اجتهدت وظنت أنها إذا كان لها بيت في مكان أنها تتم الصلاة، فإن عائشة لما رأت لها بيتا في مكة لبعض قرابتها تأولت وظنت أنها تعد بذلك مقيمة، ولذلك كانت تتم الصلاة. كما أن عثمان رضي الله عنه كان في أول خلافته يقصر الصلاة إذا ورد إلى مكة، لكنه بعد أن تزوج وجعل فيها امرأة أصبح يتم الصلاة حتى ولو أقام الإقامة الخفيفة. فهذا ما تأوله عثمان رضي الله عنه. ففي هذا الحديث بيان كيف فرضت الصلاة أول ما فرضت، وفيه بيان أن الصلاة مفروضة وأنها ركن من أركان الإسلام. وفي هذا الحديث بيان أن الصلاة أول ما فرضت كانت على ركعتين وأنها أتمت بعد ذلك. وقد أخذ الظاهرية من هذا الحديث وجوب قصر الصلاة على المسافر، والجمهور يرون أن ذلك ليس على سبيل الوجوب، بل الجمهور يرون أن قصر الصلاة في الأسفار مستحب يؤجر الإنسان عليه، ولكنهم لا يرون وجوب ذلك، ويرون صحة صلاة من أتى بالصلاة تامة في سفره، فإن الله تعالى قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قالوا: فدل هذا على أن من لم يقصر الصلاة في حال ضربه في الأرض لا يعد ممن ترتب عليه الجناح. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد ذكر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان أنها فاصلة بين حال أول الإسلام وحال
آخره. ولذا أرخت الأمة تاريخها من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن المنكدر: رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما صلى في ثوب واحد في إزار ملتحفا به قد عقده من قبل قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب. قال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد، فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال: ما السرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت: كان ثوب يعني ضاق. قال: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. قوله هنا: قال محمد بن المنكدر، وهو من علماء التابعين رحمه الله: رأيت جابر بن عبد الله الأنصاري، وهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى في ثوب واحد، أي في قطعة واحدة، وليس عليه قطعة أخرى غير هذه القطعة، في إزار يعني ملتحفا به، والإزار ما يغطى به أسفل البدن، والالتحاف تغطية جميع البدن. قال: قد عقده، أي ربطه، من قبل قفاه، أي من جهة مؤخرة رأسه، وثيابه يعني عنده ثياب أخرى، فهو اكتفى بالصلاة في هذا الثوب الواحد مع وجود ثياب أخرى له موجودة موضوع على المشجب، وهو المكان الذي تعلق عليه الثياب من أجل يبسها بعد تغسيلها. فقال له قائل، سأله: تصلي في إزار واحد؟ كأنه يستنكر عليه أنه اكتفى بثوب واحد في صلاته. فقال جابر رضي الله عنه: إنما صنعت ذلك، أي الصلاة في ثوب واحد فقط، ليراني أحمق مثلك، يعني من لا يقدر الأمور ويكون جاهلا لا يعرف الأحكام، فيتعلم مني حيث يراني أفعل ذلك. ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب، يعني واحد، فهذا في قال: وأينا كان له ثوبان، يعني كنا على حالة فقيرة وحالة ضعيفة، بحيث أن من عنده أكثر من ثوب طائفة قليلة جدا، والأغلب أنهم لم يكونوا يملكون إلا ثوبا واحدا، ولذا كانوا يكتفون بالثوب الواحد في صلاتهم. قال جابر: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت ليلة، يعني في الليل، لبعض أمري، أي انتقلت من مكان نزولي إلى لأبحث عن بعض الحاجة التي أحتاج إليها. قال: فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وليس وعليه ثوب واحد فقط، وعليه ثوب واحد، ليستدل بذلك على جواز الصلاة بالثوب الواحد. قال: وعلي ثوب واحد، فاشتملت به، أي علقته على أعلاي وصليت إلى جانبه، فلما انصرف، أي قضى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، قال: ما السرى؟ أي ما الذي جعلك يا جابر تسير بالليل؟ فأخبرته بحاجتي، يعني أن جابرا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالسبب الذي جعله يسير في الليل. قال: فلما فرغت، يعني من إخباره بحاجتي وانتهيت من حديثي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا الاشتمال؟ أي لماذا أخذت هذا الثوب الواحد وأدرته على بدنك، وبالتالي
تكون يداك داخل هذا الثوب، ولماذا لم تخرج يديك من هذا الثوب؟ فما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ فقال جابر: كان ثوب، يعني لا يوجد عندي إلا ثوب واحد، فضاق، فقال: ولذلك اشتملت ولففته على جميع بدني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان واسعا، أي إن كان القماش طويلا، فالتحف به، أي اجعله بمثابة اللحاف تلتحف به، وإن كان ضيقا، أي قصيرا، فاتزر به، أي غطي به أسفل بدنك واكتفي بذلك. ففي هذا الحديث جواز الصلاة في الثوب الواحد وصحتها، وعدم وجوب أكثر من ثوب في الصلاة. وفي الحديث أن من وجد ثوبا ضيقا فإنه يتزر به ويغطي به أسفل بدنه. وفي هذا الحديث أيضا حرص الصحابة على تعليم الناس الأحكام الشرعية وبيان الرخص التي جاء بها ديننا الحنيف، ولذلك كانوا يحرصون على إظهار الأحكام الشرعية أمام الناس. وفي الحديث الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأصل أن أفعاله يقتدى بها، وأن ما فعله صلى الله عليه وسلم يعد من الأمور المباحة. وفي هذا الحديث أيضا خروج الناس في أسفارهم جماعة ليتفقد بعضهم بعضهم الآخر. وفي هذا الحديث أداء صلاة الليل جماعة في غير رمضان إذا لم يكن على جهة الترتيب والتهيئة، فإذا توافق اثنان بدون موعد سابق فصليا جماعة صلاة الليل فلا حرج عليهم في ذلك. وفي هذا الحديث أنه إذا صلى رجل واحد مع الإمام فإنه يصلي إلى جنبه ولا يصلي خلفه. وفي الحديث تفقد الرجل الكبير والمسؤول أحوال رعيته بسؤالهم والاستفصال عن أحوالهم. وفي هذا الحديث أيضا التزهيد في لبسة الاشتمال التي تجعل اليدين داخل الثوب لا يتمكن الإنسان من إخراجهما. ولعل المعنى في هذا أنه إذا اشتمل الإنسان ولبس لبسة الاشتمال فحينئذ إذا أراد أن يسجد فإما أن يسجد من وراء الثياب والثياب عليه، وحينئذ سيؤثر ذلك على ثوبه، وإما أن يخرجهما من الأسفل وبالتالي يؤدي إلى انكشاف شيء من العورة. وفي هذا الحديث أنه إذا كان الثوب الواحد طويلا فإنه يلتحف الإنسان به كما يلتحف النائم، وأنه إذا كان صغيرا فإنه يلبسه كلبسة الإزار يغطي به أسفل بدنه. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة رضي الله عنها، ألقى طرفيه على عاتقه قد خالف بين طرفيه. عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ولد أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد مشتملا به، أي لفه على بدنه، في بيت أم سلمة، قد ألقى طرفيه على عاتقه، أي جعل طرفي الثوب على عاتقه بين على كتفه، فقد خالف بين طرفيه. وفي هذا تسهيل لحال الإنسان إذا أراد أن يسجد وهو كذلك. ففي هذا بيان صفة جائزة من صفات الاشتمال، وفيه أيضا جواز الصلاة في الثوب الواحد. وفي هذا الحديث بيان كيفية لبسة الاشتمال
التي يؤذن بها في الصلاة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: أو كلكم يجد ثوبين؟ ثم سأل رجل عمر رضي الله عنه فقال: إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، صلى في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص. قال: وأحسبه قال: في تبان ورداء. قوله: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن الصلاة في الثوب الواحد، أي هل تصح وهل تجزئ أو أنها يمنع منها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو كلكم، أي هل جميعكم يملك ثوبين؟ حتى يسأل مثل هذا السؤال، فهذا الجواب يقتضي جواز الصلاة بالثوب الواحد. ثم قال: سأل رجل عمر رضي الله عنه فقال: إذا وسع الله، أي فتح الله لكم أبواب الخير والسعة، فأوسعوا، يعني أدوا العبادة على جهة السعة. ثم قال: جمع رجل عليه ثيابه، يعني إذا أراد أن يصلي فيحسن بك أن تلبس أحسن الثياب في صلاتك. ثم استدل بهذا على الترغيب في أن تكون صلاة الإنسان بأكثر من ثوب. ثم ضرب الأمثلة فقال: صلى في إزار ورداء، يوجد رجل قد صلى في إزار وهو ما كان مخيطا على قدر أسفل البدن، ورداء وهو ما يوضع لأعلى البدن. ثم قال: أو صلى في إزار وقميص، الإزار لأسفل البدن والقميص يكون مفصلا ومخيطا على البدن، إما أن يكون على أعلاه أو على جميعه. فالإزار مثل إزار المحرم، والرداء الذي يكون على أعلى ما يلبسه المحرم، والقميص مثل هذه الثياب التي نلبسها، وأيضا يصدق على ما كان لأعلى البدن مفصلا عليه. وقال: في إزار وقباء، الإزار ما كان لأسفل البدن، والقباء ما يكون مغطيا لجميع البدن، وأقرب ما يكون له ما يعرف بالعباءة أو البشت التي تلبس، فهي توضع في الكتفين وتغطي جميع البدن، ولليدين فيها مدخل. قال: في سراويل ورداء، والسراويل ثياب مخيطة لأسفل البدن. وقال: في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، والتبان أيضا من اللباس الذي تغطى به الأجزاء السفلية، وفي الغالب لا يكون له رجلان مثل السراويل. وقال: في تبان وقبا، في تبان وقميص. فقال: وأحسبه قال: في تبان ورداء. وقد تردد كثير من أهل العلم في قبول هذه الزيادة. وعلى كل، هذا الحديث دال على استحباب تغطية البدن بأكثر من ثوب إذا كان الإنسان يملك ذلك، مع جواز الصلاة بالثوب الواحد وصحتها. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا، وأن يكفيهم شر من أراد بهم شرا، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير، وأن يجعلهم من أهل الهدى والتقى والسداد والصلاح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.